اللعبة الأكثر شعبية في العالم، الساحرة المستديرة، لعبة الشوارع الأولى، كرة القدم، كلها تحمل نفس المعنى. لأكثر الرياضات التي تحظى بالإقبال من الجماهير والإعلام والشركات التسويقية، وهنالك الكثير من الجوانب الخاصة بهذه الرياضة وهذه اللعبة الشعبية العريقة. الأنصار والجماهير هي أكثر الظواهر الملفتة في هذه اللعبة الشيقة. بدأت فكرة التيفو والتي تعني الأنصار في إيطاليا، لكنها اليوم أصبحت ظاهرة عالمية وهي لوحة فنية يشكلها الجماهير. والتيفو عادة ما يكون مصنوعا من صفائح من الورق الملون أو من بالونات أو أعلام أو لافتات، وله أشكال مختلفة ومتعددة حسب الإقليم والدولة والفريق وثقافة الأنصار المتمثلة في الرابطة الرسمية له. ولقد شهدت المدرجات السعودية ظهور ما يسمى بالتيفو الذي حضر بقوة وأبهر المتابعين للكرة السعودية، الشيء الذي يدعونا لطرح التساؤلات العريضة حول المردود النفسي للاعبين والجماهير في حضور هذه اللوحات الإبداعية التي تحظى باهتمام بالغ من حيث تنسيقها أو من حيث موضوعها الذي تطرحه من خلال تشكيله في رسمة كبيرة مهولة مبنية من عدد كبير من الأشخاص الذين يشكلونه بطريقة مبهرة، تصل إلى حد أن عشاق اللعبة يتسمرون حول شاشات التلفاز من أجل متابعة اللوحة الفنية التي يقدمها أنصار أحد الفريقين أو كلاهما خلال المواجهات الهامة والتنافسية.